طبعا مشاهدينا، بما ان الاجازه المدرسيه بدات يوم الخميس، طبعا مركز سجايا حريص دائما على ترتيب برنامج يخص اجازه الربيع لمنتسباته. نحب نتعرف عن بعض هذه الفعاليات اللي منظمينها هم هذه الفتره مع ضيفتنا في صباح الشرقيه الاستاذه خديجه موسى عبد الرحمن، تنفيذي برامج في مراكز سجايا فتيات الشارجه. صبحك الله بالخير خديجه. صباح النور حبيبتي. يا هلا فيك. طبعا خديجه، دائما مركز سجايا خورفكان يرتبون فعاليات، يرتبون أنشطة للمنتسبين، وخاصة في العطل في إجازاتهم هذه اللي تكون بعد الامتحانات، فنحب نشوف إحدى هذه الفعاليات اللي مجهزينها للمشاركين ونرجع. أطلق مركز سجايا فتيات الشارقة فرع خورفكان برنامج الربيع تحت شعار بوابة الخيال، ويستهدف 30 منتسبة للمركز. يأتي البرنامج بتوجيهات من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى للأسرة لصقل وتنمية مواهب الفتيات. يهدف البرنامج إلى تنمية الجانب الإبداعي للمنتسبات وكشف طاقاتهن ورعايتها ضمن ورش مستوحاة من حكايات الشخصيات الكرتونية لاستلهام الجوانب الإيجابية فيها واستخلاص العظة والعبرة منها. طبعا مشاهدينا، هذه بعض المقتطفات من هذه الفعاليه والبرنامج اللي كان تحت مسمى بوابه الخيال. شفنا مع المشاهدين خديجه هذه الفعاليه اللي كانت بيوم امس، نبغي نعرف يعني هي عنوانها بوابه الخيال، شو سالفه او قصه الخيال في هذه المبادره؟ بالاول نشكر صاحبه السمو الشيخه جواهر بنت محمد القاسمي حرم السمو الشيخ سلطان على هي تحاول ان تنمي مواهب البنات هذه في البرامج، اختارت هالمسمى لان تبى تستوحى بين الخيال والواقع وتنمي البنات على انهم ياخذون الطاقه الايجابيه من هالاشياء. حلو. البوابه الخيال عباره عن بعض اقوى شخصيات في عالم ديزني، يعني هالشخصيات لها بعض ميزات معينه، فحاولت ان تاخذ ميزات بعض هالشخصيات حسب البنات انهم مو في مواهبهم. جميل، يعني دائما مركز سجايا حريص على تنظيم هذه الفعاليات وهذه الانشطه للطلبه، شو هي اهميه هذه البرامج اللي دائما تنظمونها لفئه البنات في اجازاتهم؟ هم البنات في وقت الفراغ يعني نحاول نعطيهم البرامج هذه حسب تنمي في مواهبهم وافكارهم، يعني نوفر لهم كل اللي يبونه حسب المواهب هذه تنمى، ما تكون مكان واحد، لا بنميها، خاصة الجيل هذا لها أفكار يعني حلوة فتحاول تعطي للوطن اللي عندها. جميل، يستخدمون أفكارهم ويستخدمون طاقتهم في شيء مفيد ومسلي بنفس الوقت. أكيد هناك نوعية كثيرة من الورش، من الفعاليات اللي تقدمونها للطلبة خلال هذه الفترة، شو هذه الورش؟ هي لكل شخصية يعني شيء معين فيها، مثلا شخصية الفليبر هي عبارة عن مخترع اخترع مادة الفليبر، فنحاول نستخلص من كل شخصية بعض محتواها. فليبر مخترع، فنعطي البنات ورشة مثل الاختراعات يسوونها، اختراعات بسيطة. والشخصيات الثانية فروزن والريبونزل هذه عبارة كلها عن شخصيات نحاول ناخذ بعض منها. في الورش اللي نعطيها يعني تكون ورش بسيطة لهالشيء. جميل. طيب الأستاذة خديجة موسى عبد الرحمن، تنفيذي برامج في مركز سجايا فتيات الشارقة فرع خورفكان، نحن نشكرك على هذا الحضور المميز، نشكركم على الفعاليات اللي دائما تنظمونها لفئة البنات، وشكرا لك. شكرا حبيبي. شكرا. طبعا مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، كانت عندنا الكثير من الفقرات والمواضيع، ولقانا يتجدد معاكم باكر، ومع السلامة.